صباح الفل واهلا بيكم في يوم جديد ورحله جديده من برنامجنا 50 رحله اللي فيه بنتعرف على مصر وبنشوف جمالها ونشوف احلى المعالم اللي فيها. النهارده احنا موجودين في جوهره الجنوب، مدينه اسوان، واحده من احلى المدن اللي موجوده في مصر. هنكتشف اسرارها ونتعرف على خباياها ونشوف الحاجات الحلوه اللي فيها ونتعرف عليها مع بعض. يلا بينا نبدا رحله جديده واشوفكم هناك. وركبنا المركب ونزلنا في جزيرة ألفانتين، واحدة من أهم الجزر في أسوان وفي مصر كلها، وعلى مر العصور الجزيرة دي أثبتت أهميتها لأن هي كانت واحدة من أهم نقط التجارة بين الجنوب وبين مصر كلها. كانت اسمها زمان جزيرة أبو يعني فيل، لأن هي كانت واحدة من أهم مراكز تجارة العاج، ودلوقتي بقى اسمها ألفانتين، وده اسم اتسمى في وقت اليونانيين، ودلوقتي هي ليها لقب وهو سفينة الآثار، لأن فيها آثار من أول العصر القديم لحد العصر الحديث او حتى كمان العصر الاسلامي. تعالوا نكتشفها مع بعض ونشوف اسرارها ونتعرف عليها. أول لما بتطلع الجزيرة بتلاقي قدامك البيت الرائع ده، البيت ده بيت المهندس ويليام ويلكروس، وهو ده كان واحد من المهندسين وقت مشروع السد العالي. من البيوت الحلوة جدا لما بتتفرج عليه حاجة كده، يعني إيه، وهم وهم حقيقي. شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.